عايش عايش. يا ايه وش جايه لهون؟ يلا نلعب. خلينا نروح. إذا صار شي لأبي بتكوني أنت السبب فريحة. أنتو السبب، أنت وهذا الندل وأبوه كمان. نحن بالمشفى يا محمد. نحن بالمشفى؟ ما تسأل بالأول أبي ليش بالمشفى؟ أنتو اللي قتلتوه فريحة. محمد كرمال الله أهدى شوي، أمي كمان تعبت. أنت اسكتي. محمد، محمد اتركه. كل شيء رح يزبط. أبوك إن شاء الله رح يتعافى. كيف قدرت أعملها؟ كيف قدرت أوصل بابا لهالمرحلة هي؟ أين بلا؟ يسلم. الكل هون. إيه هنن كمان هون. تمام. كوراي جاي لهون. طلعي فيني، كنتي مخبيتيهم بالبيت كل هالفترة؟ تخبايت شو سهر؟ لسه اليوم شفتها لفريحة. انتي يلي جبتيهم لهون، كيف قدرتي تعملي هيك شي؟ امي انا كيف فيني امنعها تجي معي؟ نحن اجينا بسرعة من البيت وانا ما فكرت بهالشي ابدا. اخي اخي اجا محمد لحد تحكي. ليش جبتيهم لهدول؟ ها؟ كنتي بتعرفي وين كانوا كل هالفترة؟ ما كنت بعرف. يا روحي عيب عليك، إذا ما كنت بتستحي من حدا استحي من أبوك. ليش مسكرين هون؟ في شي صاير؟ أنا رح أسأل شي دكتور. عمتي خديجة، أنا عم أقول خليني أروح شوف هدول، مشان إذا ما كانوا رايحين خليني أبعتهم بلا ما يجي محمد ويجن جنانه. ماشي؟ لا، أنت خليكي قاعدة هون، طالما أنا هون لا تتدخلي أنت بشي. أمي، أكيد ما رح تقلعيها لفريحة مو هيك؟ كلثوم، أنت روحي قاعدة هونيك. أبوكي كل شيء رح يصير أحسن، رح نخبرهم بزواجنا. بدنا نكون عائلة سعيدة على طول. يا عائلة هي أمير، ما أنك شايف إنه ما عاد في لإلي عائلة؟ السيد ينال، السيد ينال، يرجى حضورك إلى غرفة 912. عمتي؟ كان سهل تحملي حالك وتهربي ما هيك؟ آه، وبعد ما ترجعي لنا وانت عم تهزي لنا بخصرك، كل فكرك انه نحن رح نرجع ناخذك بالاحضان. هلا مو وقته هالحكي هاد. انت لا تتدخل بنوب، اه؟ انت بتعرف كثير منيح انه اخي اجته جلطه بسبب ابوك. اه، وشو عملت امك وابوك وقتها؟ ابوك حمل حاله وطلع لبرا، وحتى ما عذب حاله وطلع وراه، بقى انت شو جاي تحكي؟ قل لي لشو شو بدك تحكي؟ وانتوا الاثنين، إذا بدكم تنطروا هون عايش؟ رح تنطروا على الفاضي. الدكتور قدير جنن رجاء الحضور إلى قسم الإسعاف. الدكتور قدير جنن رجاء الحضور فورا إلى قسم الإسعاف. عايش. أنا آسف كتير. ما بعرف كيف رح تنحل هالشغلة، بس أنا متأكد إنه رح تنحل. أمير روح. روح؟ أمير بترجاك لازم أبقى هون لوحدي. فريحة كيف فيني أتركك لحالك؟ مانك شايف إنه الوضع هون صار أصعب؟ ما رح تنحل ونحن سوا. أمير، أنت روح. أنا أفضل هون، أنت لا تاكل هم أبدا. خذ هاي المفاتيح. خلص رح روح، رح ضل أتواصل مع كوراي. إذا سمعت أي شيء بدي إجي أخذك ونروح من هون. دير بالك عليها. لا تخاف، هي بأمانتي. شو؟ أمي شو؟ معلش روح شوي لعند فريحة. خليكي قاعدة محلك. محمد عم يرن تليفونها. هذا الأستاذ عم يتصل. أمي أنا رايحة على الحمام. إيه؟ ألو محمد، من شوي اتصلت أمي بكرة الصبح. أستاذ أنا سهر معك. سمعت بالمصيبة اللي وقعت على راسنا؟ شايف؟ فريحة أنت ما بصير توقفي وتنطري هون، رح تاخدي برد. خلي كوراي ياخدك لعنا وأنا بخبرك شو بيصير معنا. لا كلتون معلش بدي ضل هون، أنتوا لا تستنوا معي على الفاضي. كلثوم خلص فوتي لجوا، أنا وعدته الأمير. مرحبا. قامت الأيام جوا، محمد مو رضيان أبداً تفوت فريحة لهني. أنا فايت شوفه. لا راحت على الحمام ولا شيء، نزلت لتحت لعندهم. خلص ابني بكفي بقى، خلصنا. والله أنا ما عاد أعرف، ضل قاعدة جنب أخي ولا أمسكك أنت وهديك الثاني. والله إجا عن جد الزلمة. مرحبا. أهلين. محمد، فريحة ليش عم تستنى برا؟ برا ما؟ عم تستنى برا؟ اهدى شوي ماشي؟ لا تكون قاسي. أنا قاسي؟ واللي عملته هي شو لكان؟ بعد كل اللي صار بتقوم وبتجيب هداك الواطي معها لهون؟ ليش لحتى ما تجي؟ هي هون لنفس السبب يلي مخليك انت هون، مشان ابوك. الشيء المهم هلا هو ابوك. هدي لي حالك شوي واستنى ليطلعوا الدكاتره وشوف شو بيقولوا. ماشي؟ محمد ليك ابني، الاستاذ كمان بضل اكبر منك، اسمع كلامه الله يرضى عليك. عمتي لا تتدخلي، لا تفهمني غلط استاذ، هالشيء ما بيخصك. المساله بتخص عائلتنا وبس. أنا ما عاد عندي هيك أخت، ولا أبي عنده هيك بنت. مو أنت اللي بتقرر هذا الشيء، بس أبوك اللي بيقرر إذا بنته رح تضل جنبه أو لا. مو من حقك أبداً إنك تقلعها لأختك وتتركها برا. ما حدا بيتقلع من المشفى. أستاذ فريحة ما رح تضل ناطرة برا بالبرد، ماشي؟ رح تبردي هيك، فوتي لجوا. ماشي رح أفوت. اتصلت بالدكتور عارف اللي بزماناته عالج ابوكي لما مرض، وهو رح يحكي مع دكتور قلبيه هون بالمشفى، وقال لي كمان انه اذا لزم الامر بننقل ابوكي على مشفى خاص بيشتغل فيه هو، فلا تقلقي. كثير منيح. فريحه اذا بدك فيكي رح ضل هون، ما رح يقلعوني من هون كمان، بقياني هون. طيب ماشي، بس على الاقل انطري بالسياره اذا بدك. خلص ماني بردانه. فريحه يلا فوتي استني ابوكي جوا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون أول من يشاهدها.